الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. في مؤشر جديد على تفشي الفساد في قطاعات الدولة وإهدار مقدراتها، قالت هيئة النزاهة إنها ضبطت حالات إهدار مال العام في مديرية تربية محافظة النجف، مبينة أن مجموعة مبالغ الإهدار تصل إلى نحو 2.5 مليار دينار. وقالت هيئة التحقيقات أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف ضبط حالات إهدار للمال العام في مديرية تربية المحافظة، مشيرة إلى ضبط أوليات 25 عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخال مخزني وقيود صرف بمبالغ طائلة. أكد النائب عقيل الفتلاوي أن إقرار موازنة العام 2022 سيتأخر كثيراً، وقال الفتلاوي أنه لا يمكن إقرار الموازنة إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أن عملية تشكيل الحكومة ستتأخر كثيراً نظراً للانسداد السياسي الحاصل في البلاد، وأضاف أن معاناة الشعب العراقي كبيرة جداً بسبب التجاذبات السياسية التي لا تبدو هنالك أي بوادر لانفراج هذه الأزمة السياسية. تلقت شركة تسويق نفط العراق سومو طلبات من عدة دول لإمدادات خام إضافية خلال الأيام الأخيرة، مع بحث المشترين عن مبادل للكميات الروسية. ونقلت وكالة أرغوس ميديا عن مسؤول عراقي رفيع قوله إن بعض الطلب الإضافي جاء من مشترين في أوروبا والصين والهند، مشيرة إلى أن قدرة العراق المحدودة على تصدير النفط الخام ستجعل من الصعب تلبية هذه الطلبات. وتحولت أنظار المشترين في أسواق الطاقة العالمية إلى مناطق الشرق الأوسط، خاصة إلى النفط العراقي، مع تجنب الخامات الروسية في أعقاب فرض العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا. أعلن صندوق النقد الدولي أن الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات الدولية التي فرضت على روسيا تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق المالية. وقال الصندوق في بيان إنه بالرغم من عدم استقرار الأوضاع، الأمر الذي قد يصعب الإدلاء بأي توقعات، إلا أن العواقب الاقتصادية قد أصبحت جدية الآن، مشيرة إلى أن أسعار الطاقة والخامات والقمح وغيره من الحبوب ارتفعت، مما زاد من ضغط التضخم. وأكدت أن زيادة الأسعار ستؤثر على العالم كله، وخاصة على ذوي المداخل المنخفضة الذين يشكل شراء الأغذية والوقود الحصة الأكبر من نفقاتهم. سيطر اللون الأحمر على منصات العملات الرقمية لتشهد السوق جلسة صادمة تسببت في خسائر أكثر من 86 مليار دولار خلال الساعات 24 الماضية. وتسببت آخر تصريحات لرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في تحول السوق إلى الخسائر، حيث كشف أمام الكونغرس أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها. وقال باول إن العملات الرقمية قد تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها. جاء ذلك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب، وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب موجز، إلى اللقاء.